السلام عليكم مرحبا باحلى وردات لي ديما منورين لي القناه اليوم راح نعد لكم خبز التورتيلا خبز التورتيلا هو خبز مكسيكي اه كنت درت لكم ديجا فيديو على التاكوس. تاكوس تاكوس اه خدمت الفيديو هذاك بالخبز هذا بخبز التورتيلا طلبتوا مني اه سمحوا لي صح درت ورطة. مين مهمه حندير لكم عندنا 500 غرام فرينه عندي فنجال زيت عندي الملح وعندي سكر عادي وراح نلم الخليط بالحليب كما راكم تشوفوا هنا عندي 500 غرام فرينه اللي هي الطحين لوحت عليها فنجال زيت راح نضيف لها شويه سكر ما نكثرش هاي لوحت شويه برك على راس مغرف يعني ربع ملعقه قهوه سكر عادي وراح نضيف الملح القليل من الملح ما لازمش تكون مالحة راح نحاول ندمج كل مع بعضاه يعني الطحين والزيت ومن بعد نبدا نعجن بالماء آه عفوا بالحليب حليب يكون آه عادي يعني ما هو بارد ما هو سخون عادي جدا عادي حليب عادي ونبدا نعجن هنا نبدا نضيف في الحليب تدريجيا حتى نتحصل على عجينه متماسكه ما تكون يابسه يعني قاسحه ما تكون طريه راكم تشوفوا في الحليب راني نضيف تدريجيا يعني, يعني نضيف بشويه مانيش نضيف دفعه واحده بشوي يعني تدريجيا حتى نتحصل على عجينه متماسكه ما تكونش اه طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف ها يا كينا بعد ما تلمتلي ما نعجنهاش يعني خبز التورتيلا ما يتعجنش يعني جهد ما تلميها تخليها ترتاح 15 دقيقه حتى نصف ساعه من بعد نجيبها ونقسمها الكميه هذه حتقسم لكم حوالي يجيبكم خمس خمسه ربعة خمسه سته بالكثير من يعني بالاكثر من خبز التورتيلا يعني يعطيكم خمسه ربعة خمسه بالاكثر سته راح نشكل كرات بلا ما نعجن بلا ما نعجن هكا بعد ما نقسم العجينة نبدأ نحل فيها مباشرة من جهة أخرى نكون حطيت المقلات على نار متوسطة يعني نحطها على نار قوية بعد ما تسخن المقلات نقص عليها على نار متوسطة هنا أنا راح نطيبها في طاجين تاع الشخشوخة حاولي تحليها يعني تتحل خبز التورتيلا يكون رقيق ها آه. هي هنايا الكوبر انت اللي تتحكمي فيه اذا بغيتيها صغيره حتحصلي على كريات اكثر منها هكا يعني تجي اكثر من خمسه هنا انتي وتتحكمي في العجين تاعك الكوبر عفوا من بعد راح نحطها بعد ما يسخن الطاجين او المقلاة راح نقص خلاص على النار وهنا ما تخليهاش لازم تقعدي معاها وتقعدي تحركي فيها وتقلبي باش اه خبز التورتيلا ما لازمش يتنفخ خبز التورتيلا ما لازمش يتنفخ ماهوش كيما الرغيف ولا هاكم تشوفوا ما لازمش تخليها تتنفخ هم لازم مرة على مرة تقلبيها على جنب ومن بعد على جنب المهم ما تتنفخ لكش وما لازمش تحمار لخاطر من بعد تديريها في لاباراي تاع البانيني او الشاورما تكمل طياب ثم ها يعني هكا فقط هذا هو خبز التورتيلا هنا صاين نحيها هذا هو خبز التورتي اللي البنات شوفوا كيفاه كيفاه ملاحظه كي طيبوا وحده تخبيوها خبيوها في حاجه في منشفه ولا ما تخلوهاش الهواء لا خليتيها الهواء راح تيبسلك تنشفلك المهم البنات هذا هو خبز اللي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها ما بقى لي غير في رواحكم وسنوني في فيديو جديد حلو ولا مالح بلا ما تنساو ديروا اشتراك للقناه باش تدعموها اكثر واكثر سلام